أبو عمر أو أبي أبو عمرو القسطلي المراكشي قطب وقته، وعمر بفتح العين المهملة والميم وسكون الراء، نسبه لأهل جزيرة الأندلس، وكان له بمراكز وسائر بلاد المغرب شهرة عظيمة وللناس في شأنه اضطراب، لأنه كان له دعوة عريضة في مقام الأولياء، مكاشفة الغيب ودعوة القطبانية، وأنه صاحب الوقت. صاحب الوقت شنو سيدي الحجازي؟ وقته يعني ما يكشف ال يعني إمام الوقت. ها فمن قائل أنه على بصيرة من ربه، ومن قائل خلاف ذلك، فأهل الصنف الأول كان منهم الأستاذ أبو عبد الله الوزاوالي، وكان ممن رحل إلى الحجاز وجاور بمكة، وكان يزعم أنه رأى الشيخ أبا عمر في الطواف مرارا ولقيه مشافه هناك، ولم يكن الشيخ أبو عمر سافر قط إلى الحجاز ولا إلى غيره، وكان الوزاوالي يذكر ذلك بحضرته فلا ينكر عليه في تلك الدعوة. توفي في أول العشر الثامنة، قبره زار عند أهل مراكش المغرب، وعليه قبة في غاية الاحتفال على مقربة من ضريح الشيخ محمد بن سليمان الجزولي برياض العروس. صح. احمد بن موسى السملالي الجزولي ابو العباس من اهل السوس الاقصى، الشيخ الشهير والولي الكبير العابد السائح المجمع على ولايته وعلو مقامه وكانته، وكانت بدايه حياته سائحا طاف اكثر المعمور ولقي كثيرا من الاولياء. من كراماته يقال انه بلغ جبل قاف وشاهده، وكان كثير المكاشف والكلام على هواجس الضمائر. توفي هو العشرة السابعة وقبره ببلاده أشهر من أن يعرف. يا ابن الحلال أنت رجعت، الكتاب مش راضي يخلص منك، بترجع ورا. لا ما أرجع سيدي، أنا ماشي بالمدد الرفاعي الصوفي الحجازي. يعني